تحياتي للجميع. أشعياء 53 بين المفهوم اليهودي والمفهوم المسيحي. في دقيقة واحدة فقط بسرعة هقول الفكرة الرئيسية الأساسية اللي احنا بنتناقش على أساسها. أيها المسيحي، مش زي ما علموك إنه أشعياء 53 لا يمكن أن ينطبق إلا على المسيح ويسوع فقط. لا، اليهود عندهم مفهوم تاني، ومفهوم اليهود مش جايبينه من رأي الحاخام فلان أو الربوات القدامى أو الحداثة أو التلمود. لا، كل آية حديك التفسير بتاعها من داخل العهد القديم نفسه. طيب، بيتفق اليهود مع المسيحيين على أن أشعياء 53 في جماعة معينة بتحكي قصة: أحزاننا حملها، أوجعنا تحملها، نحن حسبناه. في جماعة معينة بتحكي قصة. طيب، لكن الخلاف حوالين حاجتين: مين هم الجماعة دول وبيحكوا عن مين؟ طيب، بحسب المفهوم المسيحي الجماعة اللي بتحكي هم بني إسرائيل، وبيحكوا عن مين؟ بيحكوا بصيغة النبوة عن المسيح اللي هيجي. وبما أن هذه الأشياء طبقت على يسوع، إذن يسوع هو المسيح. طيب، بالنسبة للمفهوم اليهودي اللي بيحكي هذه القصة هم ملوك وحكام الأمم والشعوب، وممكن الشعوب معهم أيضا، هم اللي هيحكوا هذه القصة، هم اللي هيقولوا هذه الأقاويل. طيب، بيحكوا عن مين؟ بيحكوا عن الأمناء من الشعب اليهودي. وإمتى هيحكوا الحكاية دي؟ هيحكوها لما يجي المصايا. إذن أشعياء 53 في المفهوم اليهودي هي عن المصايا، بس مش زي ما أنت فاهم أيها المسيح، مش بتحكي عن المصايا نفسه، المسيح نفسه، لا، بتحكي عن الوقت اللي لما يجي المصايا هيعمل فيه الحاجات دي للشعب اليهودي. البعض قال لك لا، ده كان رأي الربوات زمان انه دي عن المسيح، بس بعد ما جه يسوع تكبرا وعنادا قال لك لا، نغير فكرنا. الحقيقة احنا زي ما اتفقنا ما يهمناش اراء الربوات اليهود ولا التلمود، وفي نفس الوقت ما يهمناش اراء يعني البطارقة والقساوسة المسيحيين. احنا بنبحث الموضوع من خلال العهد القديم فقط، ولو هنتطرق للجانب المسيحي هنشوف العهد الجديد. خارج دول يعني نحترم كل الآراء لكن لا تعنينا. وعلى حسب معلوماتي انه كل اليهود النهاردة بدون استثناء، ماليش دعوة بقى بالقدامى ولا بالحداثة، متبنيين فكرة تفسير الإصحاح من خلال العهد القديم او ما يسمونه التناخ. الواضح جدا ان كل آية منه بتتكلم عن الشعب اليهودي. لكن البعض يطلع يقول لك لا 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 استنى، ويجيب لك بعض اليهود ويقول لك اهم شايفين ان دي عن يسوع كمان بالتحديد. اقول لك حضرتك حاول تركز شوية. هؤلاء بيسموا اليهود المسيانيين او يهود من اجل يسوع، ودول اللي بيقول عنهم اليهود انهم خرجوا مننا، ضحكوا عليهم المبشرين المسيحيين، خدعوهم وهم مش دارسين جيدا الكتاب فانخدعوا وابتدوا يأمنوا بيسوع. لكن يعني لما شفنا الموضوع ده اليهود اللي بيقولوا مش انا، ابتدينا نضطرنا ان احنا بقى لا تعالوا نشرح لكم ونوضح لكم آية موجودة في الكتاب بتقول ايه. وعلى حسب معلوماتي ان اعداد كبيرة جدا من اليهود المسيانيين دول ابتدوا يرجعوا لليهودية تاني، وقلب في اليوتيوب وانت تجد عشرات من الشهادات الخاصة بهؤلاء، وازاي انهم لما درسوا الكتاب فعلا بدقة قدروا يعرفوا انه المسيح الحقيقي لسه مجاش.
طبعا انا براعي الفاظي، وانا لا بشتم ولا بجرح، لكن انا بحترم الجميع، بحترم الاله، بحترم الكتاب، اقول عليه الكتاب المقدس، اقول عليه القران الكريم، بحترم اقول نبي الاسلام مع احترامي ليه، بحترم يسوع مع احترامي الشديد ليه. انا واحد ناقل وبينقد، لكن لا بيشتم ولا بيجرح. ارجو ان احنا نكون فاهمين النقطه دي. وفي النهايه حضرتك كقاضي قاعد في المحكمه، قدام منك وكيل النيابه والمحامي، كل واحد بيقدم ادلته، وحضرتك في الاخر تحكم. يعني اذا لقيت ان الفكر بتاع ده مقنع مبروك عليك، اذا لقيت الفكر التاني مقنع مبروك عليك، وانا هعرض الفكرتين. وطبعا انا مستحيل هقول لك ان الصح كده والغلط كده، لكن انا فقط هطرح الفكر اللي هو كان مستخبي عننا سنين طويله. يعني قول لي انت يلي تربيت في الكنيسه طول عمرك على اشعياء 53 عن يسوع، كم واحد في الكنيسه قال لك انه المقصود بعبدي من داخل القرينه في اشعياء نفسه بيتكلم بيها عن عبدي يعقوب؟ يعقوب اللي هو مين؟ النبي اللي مات من مئات السنين؟ لا، النبي اللي مات لا، امال مين؟ بني اسرائيل. كم واحد لفت انتباهك للملحوظه دي زي ما شفنا الايات الكتيره اللي بتتكلم على كده؟ طيب احنا عايزين ما نطولش، وانا احاول على قد ما اقدر ما اطولش، وفي نفس الوقت ما عدش وازيد كتير. اتفقنا ان اشعياء 53 ما بيبتديش من اشعياء 53، بيبتدي من اشعياء 52. ولغرض ما التقسيمه دي تقسيمه مسيحيه، اللي هو مقسم الاصحاحات ومقسمها لاعداد. طبعا ده رائع جدا عشان خاطر للتسهيل، لكن لغرض ما تفهمش ليه يعني، وانا بتركك انك انت تبحث لي في الموضوع ده. طالما الإصحاح بمفروض يبتدي من 52، مفروض إصحاح 53 يبتدي من هوذا عبدي يعقل يتعالى ويرتقي، المفروض يبتدي من الآية 13 دي. يعني أشعياء 52:13 هي بداية الموضوع، لأنه بيختم في عدد 12 بقصة، يعني بيخش في الموضوع. فإيه اللي خلاكوا أبعدتوا الثلاث آيات دول عن الإصحاح؟ مش عارف، لكن حاول تقول لي انت ليه، يعني مش هتهم حد بحاجة. طيب هنبتدي النهاردة في أشعياء 52:15. هكذا ينضح أمما كثيرين. العدد ده اخوانا في منتهى الأهمية، لأنه بيحسم حاجات كتيرة. ومرة تانية أذكر بأنه اللي ابتدى الإصحاح من إشعياء 53 لغرض ما خلى هذا الكلام بحيث أنه يبقى ملوش دعوة بإشعياء 53، مع أنه هو أساس الموضوع زي ما هنشوف. من أجله يسد ملوك أفواههم لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به، وما لم يسمعوه فهموه. طيب هكذا ينضح أمما كثيرين. إيه ينضح دي؟ يعني إيه؟ طيب أنا همشي وراء الترجمات المسيحية، وبما إننا عرب خلينا نشوف كده ترجمات مسيحية تفهمنا فهموا الآية دي بمعنى إيه. ترجمة زي العربية المشتركة، ودي قعد الأرثوذكس مع البروتستانت مع الكاثوليك أكتر من 20 سنة وطلعوا الترجمة دي. والآن تعجب منه أمم كثيرة. كتاب الحياة، وده ترجمة تفسيرية، ترجمة بتحاول تفسر، فإنه هكذا يذهل أمما عديدة. يذهل أمما عديدة. فالمسيحيين فهموا الآية بمعنى أنه أمم عديدة هتتذهل من العبد الموصوف في أشعياء 53. الأمم هتتعجب منه، الأمم هتذهل منه العبد المتألم. طيب الفكر المسيحي بيقول لك دي قصة عن يسوع والصليب،
اليهود بيقول لك لا دي عن الشعب اليهودي. طيب تفتكروا أيهما منطقية أكثر؟ وأنا مش هقول لك أنهي منطقي أكثر، لكن أنا هعرض عليك الفكرتين. فإنه هكذا يذهل أمما عديدة. هل واحد بيتصلب على الصليب ده ممكن يسبب ذهول، تعجب، واو، انبهار؟ ممكن يسبب حاجة زي كده؟ يعني واحد مجرم في نظر الرومان واليهود واتقبض عليه وبينفذوا فيه حكم ان هم بيهزقوه الاول، اسف في التعبير، كانوا بيتفوا عليه، كانوا بيضربوه من ورا ويقولوا له تنبأ مين اللي ضربك، يعني واحد بالطريقة دي، وبعدين هتحط على الصليب وقتلوه. هل ده ممكن يذهل، اذهل مين بالضبط، الرومان ولا اليهود ولا الناس؟ ولا هل ده ممكن يكون مذهل؟ هل في ده شيء في ذهل؟ يعني ارجو ان تكون الفكرة واضحة. بالنسبة لليهود ده واحد مجرم، ده احد المسحاء الكذبة، وزيه زي مئات المجرمين اللي اتقبض عليهم واتصلبوا واتقتلوا وماتوا. في ناس كانت بتتقتل بالرجم، ناس بتتقتل بالشن، ده مئات غيره مصلوبين. والكتاب بتاعنا اليهودي في التوراة بتقول لنا الموضوع بوضوح في تثنية 21: فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم. ليه؟ ليه؟ لأن المعلق، المعلق على خشبة، ملعون من الله، فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا. يعني اليهود ببساطة شديدة جدا شايفين واحد معلق على الخشبة، ده كتابنا في التوراة بيقول ان المعلق ده ملعون من الله، فواحد ملعون من الله وهو قدام مننا بيتصلب، وإيه الذهول اللي هنا؟ مذهولين من ايه؟ ايه المذهل هنا؟ وبعدين بيتكلم على الأمم، الأمم ايه اللي ذهل الأمم؟ مش قادر افهم انا، يعني ممكن يكون في نوع من الذهول ازاي؟ فانا مش قادر افهم الذهول للامم. يعني واحد مجرم، طب اللص اليمين واللص الشمال ايضا كانوا محطوطين على الصليب وتعذبوا وماتوا، فهل دول كمان سببوا ذهول ولا ايه الغريب، ايه المذهل في حاجه زي كده؟ شوفوا بولس الرسول بيقول ايه: ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عصره ولليونانيين جهاله. يعني الصليب حماقة، مش ذهول، مش مبهورين، مش مبهتين، عصرة. يعني زي ما بنقول، هل اللص اليمين والشمال كان صليبهم برضو مذهل مبهت؟ لا، مش معنى. طب يسوع بالذات اللي شيء يعني سبب نوع من الذهول. والآن تعجب منه أمم كثيرة، فإنه هكذا يذهل أمما عديدة. هل ده ينطبق على يسوع؟ طيب لو شفنا الفكر اليهودي زي ما فهمنا المرة اللي فاتت، انه لما يجي المسيح الحقيقي هيرفع اليهود رفعة عالية قوي قوي من تحت لأقصى فوق، لدرجة ان كل الامم هتعرف انه الله الحقيقي هو يهوه، وان الشعب الوحيد الرائع اليهود، ده المفهوم اليهودي يعني، وبالتالي هيرفعهم رفعة غير عادية، فهتسبب فعلا ذهول للناس. زي ما شفنا المرة اللي فاتت انه الدهشة الحقيقية والذهول الحقيقي زي ما كان في بابل، ازاي كانت عظيمة ومجد خطير وبتاع، وبعدين انكسرت كسرة جامدة، فده سبب ذهول للناس. ده هنا من فوق لتحت، ومن تحت لفوق برضو يسبب ذهول. ازاي ان هيبقى فيه دهشة وتعجب شديد، زي المثال اللي ضربناه المرة اللي فاتت برضو، 5 يونيو سنة 1967، في 6 ايام بس اسرائيل احتلت كل ده. ايه ده في 6 ايام؟ دي حكاية محتاجة سنين طويلة، ده لو عرفوا يعملوها في 6 ايام. هل ده شيء مش يذهل الامم؟ طبعا شيء مذهل، بقى انتوا اللي كده تعملوا كده، ده الحكام العرب نفسهم كانوا اكتر الناس ذهولا. فالفكرتين قدام منك، يعني وانت تحكم بنفسك. واحد بيحكم عليه بالإعدام سواء بالشنق أو بالرجم أو بالصلب، ها
هل ده ممكن يسبب ذهول لأمم عديدة؟ ولا جماعة كانت في الحضيض وطلعت بقت في القمة فوق، واللي هيعمل لها كده المسيح الحقيقي؟ طبعا زي ما اتفقنا انه المسيح لما يجي هيرفع اتباعه الى اقصى الدرجات، والعالم كله زي ما شفنا في النبوات، ارجع الحلقة اللي فاتت، هنجري كلنا ورا نمسك في ديل واحد يهودي ونقول له مش عارف يعمل لنا ايه. الفكرتين قدام منك، وشوف ايهما فعلا ممكن ان يكون منطبق بحسب ما تشوف انت، مش بحسب اللي ورثته ايه. شوف بنفسك واحكم بنفسك، وادي الفكرتين قدامك. طيب، هكذا ينضح امما كثيرين. طيب، الجزء اللي جاي ده يا جماعة مهم قوي قوي قوي، لانه فعلا المفروض انه بيحسم الامور. من اجله يسد ملوك افواههم لانهم قد ابصروا ما لم يخبروا به، وما لم يسمعوه فهموه. سمعت تأملات كتيرة جدا عن أشعياء 53 في كنائس متعددة على مدار سنين طويلة، وأنا واثق أنك زي حالاتي. عمركم سمعتوا حد بيتكلم عن الآية دي؟ حد جاب سيرتها؟ لا. ليه؟ لأنها ببساطة جديدة جدا بتتكلم عن مين هو الشخص، مين هم الجماعة اللي هتحكي في أشعياء 53. طيب، صح معايا كده لو سمحت، وركز معايا شوي. القصيدة اللي بيكتبها أشعياء النبي بروح النبوة تقدر تقسمها لثلاث أقسام. في البداية، وحتى من قبل ما يبتدي في القصيدة، بيتكلم ربنا: لقد شمر الرب عن ذراع قدسه أمام عيون كل الأمم. وبعدين: اعتزلوا لأنكم لا تخرجون بالعجلة، لأن الرب سائر أمامكم. طيب، نبتدي بعد كده في العبد المتألم. هو ذا عبدي، مين اللي بيتكلم هنا؟ ربنا. يعني ابتدى دلوقتي الحديث. هو ذا عبدي يعقل، مين اللي بيتكلم؟ الله بيقول عبدي هيعقل ويتعالى، كما اندهش منك كثيرون كان منظره. ربنا بيتكلم، كويس. طيب، الجزء الثاني يبتدي من هنا بقى: من اجله يسد ملوك افواههم. ابتدى هنا اشعياء النبي يتكلم على انه في ملوك ابصروا وسمعوا. طيب، ابصروا حاجات ما سمعوش بها قبل كده، ابصروا حاجات ما شافوهاش قبل كده، وسمعوا حاجات ابتدوا يفهموها. ابتدى اشعياء يلفت انتباهنا لان في ملوك شافوا وسمعوا وفهموا. ومن هنا يبتدي الجزء الثالث بقى، اللي هو اشعياء 53، اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو الروايه بتاعه هؤلاء الملوك. من صدق خبرنا ولمن استعلنت نبت قدام، محتقر، احزاننا، مجروح لاجل معاصينا، كلنا كغنم ضللنا. هل فهمتوا الفكره؟ القرينه نفسها بتتكلم عن كده. القرينه نفسها بتتكلم على ان اشعياء 53 هو روايه هؤلاء الملوك. مش عارف يا اخوانا، الموضوع بسيط جدا وسهل وواضح، لكن مش عارف يعني كم واحد لفت انتباهك لموضوع زي ده؟ ومن ذات نفس القرينة، مش تفسير الرباي فلان ولا التلمود. دي بقى يعني بقت يعني انا عمال بعيد وازيد فيها كتير عشان الناس تحاول تفهم الامور ماشية ازاي. طيب، يبقى ببساطة شديدة النشيد بتاع العبد المتألم بتاع سفر اشعياء النبي، بداية الحديث هو ربنا بيتكلم، وبعدين يروح قايل أشعياء النبي في عدد 15 انه في ملوك ابصروا وفهموا. طيب، وبعد كده
يعني وما لم يسمعوه فهموه، الناس شافت وسمعت وفهمت. طب وبعد كده من هنا يبتدي أشعياء 53 اللي هي رواية هؤلاء الملوك. موضوع بسيط وسهل وواضح، اللي بيحكي الحكاية هم الملوك اللي شافوا وسمعوا وفهموا. طيب خلينا نطلع كده، ده أشعياء 52، كويس. أشعياء 52 دعوة لأورشليم، بيتكلم على أورشليم، وطبعا يقصد بيها الله، إنه الشعب بتاعه. بيتكلم في بداية الإصحاح: استيقظي استيقظي، البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك يا أورشليم، طبعا لا يعود يدخلك فيما بعد أغلف ولا نجس، كويس. فهنا بيتكلم على الأتقياء من شعبه، أورشليم مش يقصد المدينة، يعني يقصد الأتقياء من شعبه. طيب يجي في عدد 7 ويتكلم عن المسيح، المصايا، يعني ربنا اتكلم على الشعب بتاعه. وبعدين في عدد 7: ما أجمل على الجبال قدمي المبشر، المخبر بالسلام، المبشر بالخير، المخبر بالخلاص، القائل لصهيون قد ملك إلهك. جميل جدا، ربنا ابتدى يهتم بأورشليم، ابتدى يهتم بشعبه، وبيوعدهم بأنه ايه، البس ثياب جمالك لا يعود يدخلك فيما بعد أغلف ولا نجس، وحيجي اللي يبشرك بالسلام، حيعمل حاجات معينة. طيب وبعدين، وبعدين المصايا ده، المبشر ده بالسلام، هيعمل عصر سلام عالمي، وده اللي قلناه. ارجع لمحاضرات قبل كده عن المقاييس عن المسيح الحقيقي، هتجد ان احد المقاييس هو انه هيعمل سلام عالمي. الناس هتاخد السيوف بتاعتهم والأسلحة بتاعتها وترميها، يعني ده موضوع اخر مش موضوعنا. المهم لاحظوا معايا الترتيب اللي احنا ماشيين بيه، انه ربنا بيوعد شعبه انه مش هيدخلك فيما بعد اغلف ولا نجس، الامور كلها هتبقى تمام، هيجي المبشر بالسلام، هيعمل حاجات معينة. طيب عدد 10: قد شمر الرب عن ذراع قدسه امام عيون كل الامم، فطرى كل اطراف الارض خلاص الهنا. واخدين بالكم؟ شايفين الامور ماشية ازاي؟ ربنا بقى خلاص هيشمر ذراعه، هيتدخل بشكل خطير مع المسيح الحقيقي، فطار كل أطراف الأرض خلاص إلهنا. جميل يا جماعة. بعد كده هيحصل إيه؟ بعد كده اعتزلوا، وبعدين بيروح داخل في القصيدة بقى، بيروح داخل في القصيدة اللي هي ايه، عبدي اللي هو شعب اسرائيل هيتعالى وهيرتقي وهيندهش، الملوك هتبتدي تندهش، وهتبتدي الامور تسير بطريقة معينة. ثم يتكلم بوضوح في العدد 15 الملوك اللي هيشوفوا ويسمعوا وفهموا الامور دي كلها، ومن هنا يبتدي بقى أشعياء 53 رواية هؤلاء الملوك الذين أبصروا وشافوا وسمعوا وفهموا، وابتدوا يحكوا أشعياء 53. هيبتدوا يعلنوا عن حاجات معينة في أشعياء 53، زي ما هنشوف آية آية فعلا بتشهد عن هذا الموضوع. طيب خلينا نشوف الجانب المسيحي، يعني المفروض ان الحديث هنا عن الصليب بتاع يسوع، والحديث عن يسوع. طيب تقدر تقول لي مين هم الملوك اللي شافوا يسوع؟ أظن الكلام واضح. من أجله اللي هو يسوع يسد ملوك أفواههم لأنهم أبصروا. واخد بالك؟ اوعى تلعب لي بحكاية الرمز والحرفي، ركز معايا تاني. لأنهم أبصروا، ملوك شافوا العبد المتألم، ده
بحسب النص والقرينة الواضحة بدون أي التواء لا داخلي ولا خارجي، العبد المتألم هيشوف ملوك، مش بعد ما يموت ويطلع يبقى يأمنوا بيه أو يحصل له، لا النص ما بيقولش كده. النص بيتكلم على إنهم أبصروا، الملوك هيشوفوا بعينيهم العبد المتألم من أجله، يسد ملوك أفواههم. ده مش كده وبس، يسد ملوك أفواههم لأنهم إيه، حاطين إيدهم على بقهم مش قادرين خالص. ليه؟ لأنهم شافوا ما لم يخبروا به وما لم يسمعوا فهموا. طيب هل دي انطبقت على يعني يسوع؟ طيب هل في ملوك معينة شافوا يسوع؟ أنا أقول لكم، يسوع بنفسه مع احترام الشديد ليه قال إيه بنفسه؟ في لوقا 10 يسوع قال لهم إيه؟ لأني أقول لكم إن أنبياء كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. يعني كان في ملوك كتير كانوا عايزين يشوفوا اللي انتم شايفينه ويسمعوا اللي انتم بتسمعوه وما بيسمعوش. وقصة يسوع واضحة. هل في ملوك؟ ملوك جمع مش ملك واحد، ملوك. يعني كان في عصر القرن الأول، يعني مثلا مش كان في قيصر، وكان في بتاع الفرس كان بيسموه ايه يعني كسرى، مش متذكر. يعني كان في ملوك مش كده، ممكن يكون في ملوك في الهند، في الصين، في اوروبا، في افريقيا، في ما عنديش معلومات قوي على الموضوع ده، بس انا عايز اشوف ملوك شافوا يسوع او سمعوا عن يسوع. هل تعرف حد يعني عندك معلومه زي دي؟ النص اللي بيتكلم عن العبد المتألم من اجله يسد ملوك أفواههم. ليه؟ لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به وما لم يسمعوه فهموه. مين هم الملوك الذين أبصروا وسمعوا؟ طيب عايز ألفت انتباهك لنقطة مهمة جدا. في فرق بين اللي يشوف وبين اللي يسمع. يعني النص كفاني عناء مجادلة هنا. في فرق كبير بين انك تسمع بودانك خبر وبين انك انت تشوفه بعينيك. حادثة حصلت في البلد عندكم، حادثة، في فرق بين انك تكون موجود وتشوف الحادثة بعينيك وبين ان لا تسمع عنها، يحكوا لك عنها وتسمع بودانك. الآية هنا بتتكلم عن النوعين، ابصروا واخد بالك وسمعوا، أنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به وما لم يسمعوه فهموه. طيب مرة تانية، من هم الملوك اللي نظروا وسمعوا يسوع لغاية ما صعد إلى السماوات؟ ما افتكرش أن في ملك من الملوك يعني شهد بنفسه. طب أنا عايز تطبيق النص ده على يسوع. هل النص ده ممكن نطبقه على يسوع؟ عايز ملوك سمعوا وأبصروا يسوع. وبعدين إيه الآية مرتبطة بهكذا ينضح أمما كثيرين ويسد الملوك أفواههم. يا أخوانا النص واضح، عايز تركيبة كده للآية كلها. يعني ذهول من الأمم والملوك حاطين إيديهم على بقهم مندهشين منبهرين معمولين وشايفين بعينيهم العبد المتألم، وفي نفس الوقت اللي ما سمعوش عنه قبل كده سمعوا وفهموا كل شيء. هل عندك تطبيق كامل وشامل عن ده ليسوع؟ أنا عندي تطبيق كامل وشامل لده عن الشعب اليهودي. زي ما قلت لك من داخل القرينة وقبل ما يتم تقسيم اللي كتبوا أشعياء الإصحاحات وأعداد، القرينة بتتكلم بوضوح على انه الحديث كله اصلا عن الشعب اليهودي، اورشليم والشعب اليهودي، وده اللي قلته قبل كده على فكرة. ان اشعياء 54 ككمالة بيتكلم ايضا برضو عن الشعب اليهودي. طيب مش وقته.
الكلام بوضوح ان ربنا بيتكلم على الشعب بتاعه، وبعدين هيظهر المبشر بالسلام اللي هو في عدد 7 المخبر بالخلاص القائل لصهيون، مش للعالم كله، لا لصهيون فقط، قد ملك إلهك. طيب هل هيحصل بعد كده انه بيبتدي اشعياء يكتب عن انه الله بيوصف عبدي يعني حصل له ايه وبتاع، وبعدين نيجي على عدد 15 هتتزهي الامم كتير. ما هو لما يظهر بقى المسيح الحقيقي زي ما بنقول هيعمل سلام عالمي، والناس هترمي اسلحتهم، والبشر كلهم خد بالك ده في المفهوم اليهودي اللي هيبقى فيه بوذية ولا الحاد ولا اسلام ولا مسيحية ولا هيبقى فقط يهوه هو الاله. والمصايا لما يجي بقى هيعمل السلام العالمي ده يعني ده اللي بيقولوه يعني، أو المفروض ان الايات هنا بتدعم الفكرة دي، واخد بالك؟ طيب الذهول بقى هيبقى ذهول فعلا، ان اليهود النهارده كام؟ 14 مليون، والعالم كام دلوقتي؟ 7 مليار. ازاي شويه اللي هم لا شيء اللي قاعدين في العلبه الصغيره اللي اسمها اسرائيل او البعض بيسميها فلسطين، العلبه الصغيره دي اللي هم دول هيسودوا العالم كله ويبقوا هم العظماء والناس كلها هتجري وراهم؟ طبعا دي حاجه هتذهل الجميع، عرب والجميع، دي حاجه مذهله للجميع. وساعتها هيسد ملوك الامم افواههم لانهم هيبصروا، الملوك كلهم حضراتكم هيشوفوا بوضوح، الكل هيشوف بني اسرائيل، مش يسوع اللي هو موجود في مدينه اورشليم لا، المرة دي الملوك في العالم كله هيشوفوا الشعب اليهودي كله، هيبصروا بعينيهم أبصاروا ما لم يخبروا به ولم ما لم يسمعوا فهموا. وهنبتدي نخش بقى على أشعياء 53، الرواية بتاعت هؤلاء الملوك على إذنهم هيبتدوا يعترفوا بأنهم كانوا غلطانين بالنسبة للشعب اليهودي. على فكرة دي ملحوظة جانبية، يعني أنا مجرد ناقل وانا مش يهودي ببشر باليهوديه، ارجو ان الناس تكون فاهمه النقطه دي، لكن انا ناقل، واخد بال حضرتك؟ اللي حضرتك عمرك في حياتك ما سمعت عنه، وانا واثق انه الكثيرين اول مره في حياتهم يتفاجئوا بهذه المعلومات وهذا الكلام. طيب عايزين نفسر النص، عايزين نفسر الايه، هنجيب تفسيرها منين؟ من الربوات القدامى؟ لا. من الرباط الحداثة؟ لا. من التلمود؟ لا. منين؟ من العهد القديم. طيب، من أجله يسد ملوك أفواههم لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به وما لم يسمعوه فهموه. طيب نقرأ في ميخا 7، وكأيام خروجك من أرض مصر ريح عجائب، ينظر الأمم ويخجلون من كل بطشهم، يضعون أيديهم على أفواههم. الله، مش ده نفس التعبير؟ من أجله يسد ملوك أفواههم، مش ده نفس التعبير؟ هنا يضعون أيديهم على أفواههم وتصم آذانهم، يلحسون التراب كالحية، كزواحف الأرض يخرجون بالرعدة من حصونهم، يأتون بالرعب إلى الرب إلهنا ويخافون منك. يبقى هنا بنشوف إيه؟ بنشوف إن ينظر الأمم وهيحط إيديهم على أفواههم ويندهشوا جدا. إيه القرينة؟ إيه؟ كأيام خروجك من أرض مصر أريه عجايب، يعني الملوك الأمم هيحطوا إيديهم على أفواههم ويشوفوا امتى؟ لما تحصل حاجات عجايب. لمين؟ لبني اسرائيل. وكأن المشهد هيتكرر مرة تانية، زي ما خرجتوا يا بني اسرائيل من ارض مصر ووريت المصريين العجايب الشديدة والامم كلها شافوا، والامم نفسها هيحطوا ايديهم على افواههم، هيسد كأنه عايز يقولك يسد ملوك افواههم لانهم شافوا ما لم يخبروا به وما لم يسمعوه فهموا، هيبتدوا يفهموا امور معينه. هاي اشعياء 41 نفس القرين، انه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك،
يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون. دانيال 3: وليخجل جميع الذين أروا عبيدك المساوئ، وليخزوا ساقطين عن كل اقتدارهم، ولتحطم قوتهم. أشعياء 66: دهشة، من سمع مثل هذا؟ ايه ده؟ من رأى مثل هذه؟ غريبة جدا، ايه ده؟ ايه لا، مين سمع ده؟ مين شاف زي ده؟ خد بالك من سمع ورأى، سمع ورأى، دهشة. هل تمخض بلاد في يوم واحد؟ أو تولد أمة دفعة واحدة؟ إزاي حصل ده؟ إزاي؟ غريبة أوي أوي. وكأننا مرة تانية بنشوف إن الملوك هيسد أفواههم، أبصروا ما لم يخبروا به، وما لم يسمعوه فهموه. يا رب عزي وحصني وملجئي في يوم الضيق، إليك تأتي الأمم من أطراف الأرض ويقولون إنما ورث آباؤنا كذبا وأباطيل وما لم منفعة فيه. يعني في أرميا هنا بنشوف إنه هيحصل إيه؟ هيجي الأمم من أطراف الأرض، الأمم، ملوك الأمم، حكام الأمم والأمم كلهم هيجوا من كل مكان ويقولوا اللي إحنا ورثناه ده كان كذب، كل الأديان بتاعتنا كانت باطلة، إحنا كمسيحيين ومسلمين وبوذيين وبتوع مش عارف دين إيه وبتاع، كل ده باطل لا منفعة فيه. كل الأمم هتيجي وتشهد بهذا، وهيقول هذا إمتى ده؟ لما يجي المسيح الحقيقي ويعرف الكل إن اليهود هم اللي كانوا صح، وإنهم تمسكوا بالفعل بالصح، وإنه هيرفعهم فوق كل الأمم. ساعتها فقط هيسد الملوك أفواههم. ليه؟ لأنهم شافوه بعينيهم ما لم يخبروا به، وما لم يسمعوه فهموه. هيشوف ملوك الأمم إنه كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل، وصورته أكثر من بني آدم. هيشوفوا بعينيهم ملوك الأمم هذا الكلام، وهذا الكلام اللي منطبق أصلا على بني إسرائيل زي ما اتكلم في مراسي أرميا. صارت صورتهم أشد ظلاما من السواد، لم يعرفوا في الشوارع، لصق جلدهم بعظمهم، صار يابسا يابسا كالخشب، صار يابسا كعرق من أرض يابسة، هنشوف ده بعدين، يابسا كالخشب. إذن التعبيرات كلها والأوصاف كلها عن مين؟ عن الشعب اليهودي. الأمم هيشوفوا منظر اليهود البشع ده، وبعدين لما يجي المسيح هيرفع اليهود رفعة عظيمة جدا، فهيشوف الأمم منظر تاني مختلف تماما، فهيصابوا بالدهشة الشديدة جدا، ويبتدوا يحكوا أشعياء 53. أظن الكلام واضح والأمور فالملوك ساعتها هيشوفوا الشعب اليهودي، الأمناء من الشعب اليهودي، لما الله من بواسطة المسيح الحقيقي هيرفعهم هذه الرفعة الخطيرة جدا، فساعتها هيبتدوا يتكلموا، هيبتدوا يخبروا ويتكلموا. أشعياء 53 بقى هتبتدي رواية هؤلاء الملوك كده. أنا عمال أقرأ أشعياء 52 وأشعياء 53 زي ما هنشوف، وأشعياء 54، فواخد القرينة ككل، مش تيجي أنت تروح خطف لي أشعياء 53 من النص ومركبها على أحد الأشخاص وتقول لي أهيه نبوات، لا معلش. يعني القرينة مش إنك أنت تاخد آيتين وتحذفهم القرينة، ممكن تاخد إصحاح كامل. أنا عندي الموضوع عن الشعب اليهودي مبتدي أشعياء من قبل 52 وبعد تلا يعني وبعد حتى 53 54، دي القرينة ككل والحديث ككل، والأمور ماشية متسلسلة بأسلوب واضح مفهوم بسيط. يعني ربنا كان بيتكلم، وبعدين ابتدى أشعياء يتكلم على إن لا، في ملوك أبصروا وفهموا حاجات، ثم بدأوا يتكلموا في أشعياء 53. طيب أشعياء 53: عبد الرب يتألم ويتمجد. طيب قبل ما نفصصها كلمة كلمة، خليني أقول لك حاجات برضو أنا متأكد إن الكثيرين أول مرة يسمعوا هذا الكلام. بحسب المفهوم اليهودي
الحالي، ده كلام الأمم عن الشعب اليهودي لما يظهر المسيح الحقيقي. كلام أشعياء 53 مش إن اليهود هم اللي اتصادموا واتكلموا زي ما بيحاول المسيحيين يقول لك ده كلام اليهود عن يسوع. لا، الفكر اليهودي بيقول لك إن الأمم هم اللي اتصادموا، هم اللي شافوا بعينيهم ما لم يخبروا به وفهموا وابتدوا اتصادموا صدمة كبيرة، ذهول شديد خلاهم يقولوا هذا الكلام في أشعياء 53. طيب مرة تانية، ده مش مفهوم الشخصي ولا تفسير الشخصي ولا يعني ولا هو إيمان الشخصي، لكن يعني بيقول لك إن الأمم هم اللي ما كانوش متصورين ومتوقعين إن اليهود على حق، لكن لما يجي المسيح الحقيقي اللي هو لسه ما جاش لغاية دلوقتي وكل اللي جم قبل كده هما موسى حق كذبة، طيب الأمم هيعرفوا الحقيقة، كل المسلمين هيعرفوا أنهم غلطانين، كل المسيحيين هيعرفوا أنهم غلطانين، كل الملحدين هيضربوا دماغهم في الحيطة ويعرفوا أنهم غلطانين، البشرية كلها، كل البشرية هتعرف أنهم غلطانين، وكانوا غلطانين في حق الشعب اليهودي. يعني أشعياء 62، أشعياء نفسه، أشعياء 62 قريب قوي مما نتكلم عنه، بيقولك من أجل صهيون لا أسكت ومن أجل أورشليم لا أهرد، ده الرب بيتكلم، حتى يخرج برها كضياء فترى الأمم برك وكل الملوك مجدك. كل الملوك هيشوفوا مجدك، كل الأمم هيشوفوا المجد، كل الملوك هيشوفوا مجدك، كل الأمم هتشوف البر بتاعك وكل الأمم هتشوف مجدك. طيب لما الأمم الملوك بتوعها يشوفوا مجدك هيعملوا ايه؟ هيتقولوا أشعياء 53، هيتكلموا بأشعياء 53. طيب قبل ما افصص لك أشعياء 53 حرف حرف، الحتة دي مهمة قوي يا جماعة. طيب ايه السؤال المهم اللي هيسأله الأمم ده؟ ايه يعني جه المسيح الحقيقي رفع اليهود رفعة ضخمة جدا عظيمة، طيب ملوك الأمم شافوا الكلام ده، طيب ايه السؤال المهم اللي هيبتدي يسأله الملوك والحكام والشعوب بتاعتهم بتوع الأمم كلها جميع دول العالم؟ هيبتدوا يسألوا سؤال، ايه هو؟ لماذا عانى واتبهدل الشعب اليهودي؟ بعد ما هيجي بقى المسيح هيعرفوا الحقيقة. طيب وحنبتدي كلنا نجاوب على السؤال، ليه الشعب اليهودي اتبهدل جامد؟ طيب لما بتيجي تتكلم مع اليهود بيقولك احنا اتبهدلنا كتير قوي قوي، يعني شوف ايام بابل ازاي انه جه يعني اتهدم الهيكل واتسبينا واتدمرنا واتقتلنا، وبعدين جه الرومان كسروا الهيكل وخربوه ودمروه سنة 70 ميلاديا وخدوا اليهود بهدلوهم وسبايا، وبعد كده ابتدت تشوف يعني اسبانيا بقى ومحاكم التفتيش اللي كانت شغاله وراحوا ماسكين اليهود وقتلوا فيهم ودمروا فيهم، وياما قتلوا في اليهود في اوروبا واضطهدوهم، وبعدين جه العرب كمان يعني بني قريظه وبني قينقاع ولا واحنا اتبهدلنا وقتلوا فينا ودمروا فينا وبعدين جه هتلر دبح فينا وبموت فينا، ياما اتبهدلنا وياما عانينا وياما حصل لنا. طيب لسنين طويلة جدا إذا سألت أي مسيحي أو مسلم يعني إيه اللي خلى ربنا بهدل اليهود البهدلات دي كلها، المسيحي هيرد يقول لك لأنهم رفضوا يسوع. إذا سألت واحد مسيحي يعني ليه ربنا سمح بتيتوس سنة 70 ميلاديا يروح يكسر يدمر لهم الهيكل وخراب، وزي ما يسوع قال هوذا بيتكم يترك لكم خراب، يعني المسيحي على طول بسرعة هيقولك لأن اليهود خطاة
لانهم عصاه ولانهم رفضوا يسوع، فخدوا بقى على دماغكم تستاهلوا. هتلر بقى مش عارف يعمل لكم ايه، العرب يعملوا لكم ايه، اسبانيا تستاهلوا لانكم ناس اشرار ووحشين وتستاهلوا عقاب الرب لانكم رفضتوا يسوع. ولو سالت برضو الاصدقاء المسلمين هيقولوا لك نفس الحكايه، يعني في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم، مغضوب عليهم اللي هم اليهود، ربنا غضب عليهم لأنهم رفضوا نبي الإسلام مع احترامي لي، فتاخدوا بقى على دماغكم بقى تستاهلوا بقى كل اللي بيحصل لكم لأنكم رفضتوا نبي الإسلام وإنكم أشرار وبتخالفوا العهود وبشعين طيب يبقى السؤال لماذا عانى وتبهدل الشعب اليهودي؟ الإجابة لأنكم أشرار وحشين، يعني من الآخر يعني لأنكم رفضتوا يسوع، رفضتوا نبي الإسلام، أشرار وحشين، فعشان كده اتبهدلتوا واتدمرتوا. خلاص يا أخوانا. طيب بالنسبة للمفهوم اليهودي هيقول لك لا معلش بقى، لما هيجي المسيح الحقيقي اللي احنا مستنيينه هيرفعنا فوق كل الناس دي، وزي ما اتفقنا قبل كده انه المسيح الحقيقي لما يجي هيفشخ بقى كل يعني ملحدين وبوذيين وهندوس ومسلمين ومسيحيين، وهيبقى اليهود هم اللي في القمة فوق، وبالتالي إجابة السؤال هتختلف. السؤال لماذا عانى واتبهدل الشعب اليهودي ده كله؟ الإجابة لأنهم رفضوا يسوع ورفضوا محمد؟ لا، دي الإجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة إيه بقى هي؟ عارف إيه هي الإجابة؟ الإجابة في أشعية 53، ده اللي هيقوله الملوك والرؤساء والشعوب كلها الأممية عن الشعب اليهودي، هيقولوا لا لا ده بالعكس، ده هم اتبهدلوا البهدلات دي كلها عشان رفضوا الضلال. مرة تانية أنا ما بقولش فكر الشخصي أو أنا مؤمن بالكلام ده، لكن أنا بحاول أنقل لك أفكار معينة كانت غايبة عنك. طيب الأمم كلها هتبتدي تعرف ان اليهودية هي اللي صح، المسيح الحقيقي لسه ما جاش لكن لما يجي هيبان قدام الناس كلها، وهيبتدي البشر كلها يقولوا لا ده احنا ظلمنا اليهود، ده ما كانوش اشرار ولا حاجة، ده كانوا بيرفضوا الضلال، يسوع ده ضلال، نبي الاسلام ضلال، وهم رفضوا الضلال، وربنا مكافأة ليهم رفعهم بعد ما كانوا مذلولين ومتبهدلين، واحنا هنشوف بعينينا كأمم ازاي ان فعلا من متدمرين خالص تحت في الحضيض للقمة، دي حاجة هتذهل لكل الناس، وبالتالي هنعرف الحقيقة، الحقيقة هتبان، وهيقول الأمم أشعياء 53. طيب وكل ده امتى؟ لما يجي المسيح الحقيقي. إذن أشعياء 53 بيتكلم عن المسيح، بس مش زي ما انت فاهم، مش ان المقصود هنا المسيح، لا، في عصر المسيح هيتم الحاجات دي كلها، وليس الحديث عن المسيح نفسه. إذن أشعياء 53 هي نبوة ميسيانية، لكن هي ليست نبوة عن شخص المسيح أو المسيح، لكن أشعياء 53 هتوصف لنا كلام ملوك وأمم العالم اللي هيشوفوا بعينيهم، هيبصروا بعينيهم ويسمعوا بودانهم، زي ما قلنا في فرق بين البصر والسمع، والاتنين مش واحد، هيشوفوا بعينيهم الشعب اليهودي ازاي انه كان من الحضيض لبقى في القمة، فأثناء وجود المصايا وحكمه، طبعا المصايا لما يجي هيحكم العالم كله، كل العالم هيبقى تحت رجلين المسيح الحقيقي، فكلام الأمم هنا وانعكاساتهم هيكون عن إجابة السؤال لماذا عانى اليهود واتبهدلوا جدا في كل تاريخهم، وحضراتكم جميعا هتطلعوا غلطانين، مسلمين ومسيحيين وبوذيين وملحدين والبشرية كلها هتطلع غلطانة، وهيقولوا احنا ظلمنا اليهود، ده ما طلعوش أشرار ولا حاجة، ده المفهوم بقى بتاعهم، يعني هيعترف الأمم انهم كانوا مخطئين في فهمهم، ان سبب معاناة اليهود مش ان ربنا بيعاقبهم عشان رفضوا يسوع ونبي الاسلام وغيره، لا الوضع مش كده، هيبتدي الامم كلها تفهم ان هم اللي اشرار، انتوا مسيحيين اللي اشرار، وانتوا مسلمين اللي اشرار، وانتوا ملحدين اللي اشرار، واليهود هم عانوا نتيجة ان الامم هم اللي كانوا اشرار
ونتيجة الشر بتاعكم يا أمم عانى اليهود كل هذه المعاناة في الماضي. وإن الأمم في محاولة التخفيف عن متاعبهم الخاصة كانوا بيستخدموا اليهود ككبش فداء بلا رحمة. الأمم هتفهم الكلام ده كله. احنا كنا بنبهدل في اليهود ونضطهدهم ونقتل فيهم ده ان احنا كنا بناخدهم ككبش فداء. عارف عاملة زي ايه؟ زي نام نيرون. نيرون حرق روما. طب عايزين كبش فداء مين؟ هاتوا المسيحيين هم دول اللي حرقوا. يا عم احنا اللي حرقنا ولا انتوا اللي حرقتوا وانتوا اللي عملتوا؟ هم كبش الفداء وولعوا فيهم وبهدلوا فيهم على اساس انتوا كبش الفداء بتاع حريق روما. اهو الامم كلها في المستقبل لما يجي المسيح الحقيقي هيفهم ان اليهود بقى على مدى معاناتهم السنين دي كلها كنتوا كبش الفداء، يا ما اضطهدوكوا وبهدلوكوا وكنتوا كبش الفداء. وازاي انهم كانوا على حق فعلا لما رفضوا اديان العالم الباطلة، رفضتوا الالحاد ورفضتوا البوذية ورفضتوا الهندوسية ورفضتوا الاسلام والمسيحية، ده كل ده باطل وعشان كده اضطهدوكوا وبهدلوكوا. وده كله الامم هيعرفوه فيما بعد. طيب حتى لا اطيل انا هكتفي بكده، وحبدأ من المرة القادمة تفصيص اشعياء 53 آية آية حرف حرف، وأعدكوا بتفسيرات مش من الرب فلان ولا من التلمود، لا من داخل العهد القديم بالكامل. كل آية موجودة هنا فيما يؤيدها في العهد القديم وبتدعم فكرة إن الحديث عن الشعب اليهودي. تخيل المية بتكذب الغطاس، تابعونا وستجدوا المفاجآت الكثيرة. أشكركم للاستماع.